اهلا بيكم مره تانية في هذا الصباح ومعاد وقفتنا تحليليه مع اهم العناوين والمانشيتات والمقالات اللي وردت في صحف النهارده. معانا في هذه القراءه التحليليه كاتب الصحفي الاستاذ جمال العليمي، الكاتب الصحفي في جريده المسا. صباح الخير يا استاذ جمال. صباح الخير. هنبدا معاك بين الاهرام وتحركات الدبلوماسيه المصريه في ظل اشتعال طبعا دول المنطقه من حولنا في الاهرام، تحركات مصريه لاطفاء نيران الأزمات بالمنطقة. طبعا اشتعال الأمور في ليبيا، في سوريا، في السودان، دي أمور كلها في العراق، كلها أمور متعلقة بالأمن القومي المصري بشكل كبير. التحركات المصرية لأي مدى شايف أنها ممكن تنجح؟ يعني ويمكن التحرك الأبرز احنا شايفينه في المساعي لاستئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية كمان. بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير يا استاذ ايمان. صباح الخير يا استاذ احمد. صباح الخير يا فندم. اتفضل. كل سنه وانتم طيبين. اولا بكره ان شاء الله اول ذي القعده. كل سنه وحضرتك طيب. كل سنه وكل المسلمين بخير. وانت طيب يا فندم. طبعا قدر مصر انها ام العرب وام الدول العربيه كلها، وهي دايما اللي بتشيل كل المشاكل اللي بتحصل في الدول العربيه، وهي اللي بتتحمل المسؤوليه كامله. مصر طبعا بتحتضن اجتماعات وزراء دول الجوار لليبيا لحل مشكله دوله ليبيا بعد ان اصبحت كلها ميليشيات عسكريه، ما فيش دوله. مصر من ساعه الثوره بتاعت ليبيا سنه 2011 وهي مع تقرير مصير الشعب الليبي، يعني هي واقفة على طول مع الشعب الليبي في أي خطوة هو بيعوزها. مصر اجتمعت مع واحتضنت هذا الحوار واتفقوا ان إعادة هيكلة وتدريب الشرطة والجيش في ليبيا، لان ما فيش كل الجيش هناك، ما فيش جيش نظامي، كلها ميليشيات. فاتفقوا دول الجوار على اساس حمايه الحدود، الجزائر وتونس ومصر. دي دول الجوار اكيد ليها مصلحه في استقرار الامور الامنيه في ليبيا. طبعا يعني كل المشاكل اللي بتحصل في دول الجوار بسبب ليبيا. طيب استاذ جمال، تسمح لنا احنا نتوقف قليلا لمتابعه اخبار الطقس مع الدكتور وحيد سعودي المتحدث باسم هيئه الارصاد الجويه. صباح الخير يا دكتور. أخبار طقس النهاردة إيه، والموجة الحارة والتغير في درجات الحرارة اللي إحنا لامسينه يعني؟ أنا أول النهاردة في استمرار للموجة شديدة الحرارة اللي أثرت علينا يمكن اعتبارا من مساء الجمعة، من المنتظر أن تستمر معانا اليوم. درجات الحرارة كلها أعلى من المعدل الطبيعي ليها خلال هذا الوقت العام، وقيم تتراوح من 4 إلى 5 درجات مئوية تقريبا، واللي بيزيد من احساسنا بهذا الارتفاع في درجات الحراره وارتفاع نسبه الرطوبه. ان شاء الله كل المؤشرات بتكون اعتبارا من الغد هتخف حده هذه الموجه بانخفاض متوقع في درجات الحراره يتراوح من 3 إلى 4 درجات يصاحبه انخفاض في نسبه الرطوبه. ويوم الخميس ان شاء الله هتواري درجات الحراره انخفاضها، ده معناه ان في تحسن ملموس في الاحوال الجويه خلال ال 72 ساعة القادمة بإذن الله. طيب كان الصبح يا دكتور وحيد في شبورة على الطرق في صباح اليوم، يعني تفسيرها إيه طيب؟ وهل هتستمر معانا برضو كذا يوم ولا ده عشان ارتفاع الرطوبة زي ما قلت؟ لا هي مستمرة معانا طبعا الرطوبة بشيء طبيعي. أما أسباب تكون هذه الشبورة هو بيبقى فيه ارتفاع ملحوظ في نسبة الرطوبة وهدوء في سرعة الرياح. دي هي احدى مكونات الشبوره المائيه الاساسيه، فلا يتاتى الا خلال الساعات الاولى من الصباح وخلال الساعات المتاخره من الليل، وده اللي احنا بنتوقع استمراره اعتبارا من الساعه 4 لغايه الساعه 9 الصبح غدا ان شاء الله.
إن شاء الله. شكرا ليك دكتور وحيد سعودي المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية. ودكتور وحيد أفادنا بأن الموجة الحارة ستنكسر بدءا من الغد إن شاء الله أو في خلال 72 ساعة زي ما قال. نتابع جولتنا الإخبارية ونروح لجريدة الأخبار، وعنوان بيقول مفاوضات سد النهضة بالخرطوم تسير في طريق ممهد. تعليقك أستاذ جمال على بدء الجولة الرابعة من هذه المفاوضات واهتمام الدولة بإيجاد حل لهذه المشكلة من خلال المفاوضات الدبلوماسية من أجل حقوق المواطن المصري في حصته من المية. طبعا احنا عارفين أصعب مرحلة من المفاوضات وأخطر مرحلة من المفاوضات اللي هتتم النهاردة. امبارح كل طرف من الأطراف الثلاثة قال البيان بتاعه، وقال النهاردة بقى هيناقش كل طرف هيناقش الرؤية بتاعته الفنية، يعني مالناش دعوة هيجنبوا السياسة خالص. كل طرف من الحقيقة الجوانب الفنية دي هي اللي تسببت في الخلاف اللي بالزبط. ممكن يتوصف بأنه سياسي، يعني جانب التخزين قوة تخزين السد اللي وصلت ل 74 مليار متر مكعب ده نقطة فنية، لكن يعني بالنسبة لمصر نقطة حيوية أن إثيوبيا تغير من سياسة تعنتها فيها. شايف أنه النقطة دي تحديدا ممكن يوصل فيها توافق؟ هو طبعا بين الرئيس السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا في يونيو الماضي في غينيا الاستوائية، طبعا هذا الاجتماع ده تم بناء على هذا البيان اللي هو التفاهم والتعاون المشترك بين الأطراف بين إثيوبيا ومصر. ومصر ادت امبارح عدة رسائل تطمينية لإثيوبيا انها والدول حوض النيل عامة ان مصر ليست ضد التنمية، بل بالعكس مصر ستساعد هذه الدول في التنمية بتاعتها، بس بما لا يضر بحياة مصر، لان المية حياة او موت بالنسبة لمصر. والرئيس السيسي نفسه اعلن في اجتماعه مع رؤساء تحرير الصحف المصرية، قال ان هو مستعد لو في اي مشكلة انه هيروح إثيوبيا بنفسه مرة واثنين وثلاثة، يعني لو في اي خلاف هيتم هو مستعد انه يروح هناك مرة واثنين وثلاثة. فأصعب مرحلة النهاردة كل لجنة فنية من كل دولة هتطرح وتستعرض الناحية الفنية بتاعتها. انت شايف انها أصعب مرحلة؟ طبعا الشاطر بقى اللي هيقنع التاني. ما هنا بقى الشاطر الجانب الشاطر هو اللي هيقنع التاني بالرؤية بتاعته. تمام. طب لو حصل الصدام، يعني اللجنة الثلاثية التقرير الماضي تفتكر ممكن يتم الرجوع ليه؟ هو أكيد، هو يعني في كذا سيناريوهات ومصر مستعدة لكل سيناريو قبل ما تسافر، وعارفة إيه اللي هيتم. وعارفة إن ممكن يحصل فيه يعني نوع من الخيانة في تدخل تركي قطري بأموال طائلة لإثيوبيا، فبرضك مصر متوقعة هذا التآمر، يعني برضك هذا التآمر موجود في الحسبان. ها؟ بس احنا برضك من في حسن النوايا وبنطرح الرؤيه بتاعت النهارده في لجان فنيه. تمام. وهنشوف بقى مين اللي هيقنع الطرف الثاني. حضرتك وصفتها بانها المرحله الاصعب. تمام. في المصري اليوم ابطال 6 عبوات ناسفه بمحطه كفر الزيات وضبط عامل بحوزاته 3 قنابل وسقوط شقيقين في القليوبيه بتهمه انشاء صفحه على الفيسبوك بسب الجيش والشرطة. يعني رغم التحسن الأمني ورغم الخطوات اللي احنا بدأنا ناخدها في ملفات كتيرة جدا نحو بناء الدولة نحو إعادة هيبة الدولة، إلا أنه لسه الأخبار دي يعني متواجدة، محاولات ساذجة وضعيفة وما بتحدثش خسائر لكنها موجودة. هتفضل موجودة لإمتى؟ أنت عارفة الحاجات دي كلها أنا بشبهها بالحشرجة بتاعة الموت. إما واحد الإنسان بيموت بيبقى فيه في آخر لحظه كده في حياته بيبقى في حشره كده في فدي بالنسبه للاخوان يعني خلاص بيطلعوا في الروح خلاص. واحنا خدنا على كده خلاص موضوع القنابل وموضوع ما اعرفش ايه القنابل البدائيه والحاجات دي. الملاحقه على الانترنت كمان يعني شيء جديد، عارفين الانترنت بيستغل ازاي دلوقتي. الرئيس حذر بالكلام ده من المواقع الالكترونيه المموله من الخارج والصحف المموله من الخارج، وكشف القصه دي كلها في الحوار بتاعه مع رؤساء اتحاد الصحف المصريه. فدي شيء عادي بالنسبة لنا، واحنا المفروض ناخد بالنا بقى كإعلاميين وكمواطنين ان احنا ناخد بالنا من هذه الشائعات، لان الشائعات المغلوطة او الافكار المغلوطة تموت
بالافكار الصحيحه. فلازم احنا برضك نكون واحد واعيين بالافكار بتاعتنا الصحيحه، وواعيين باللي بيحصل حوالينا، ومش اي اشاعه نصدقها عن الجيش والشرطه، لان الجيش بتاعنا قوي جدا والشرطه بتاعتنا قويه جدا. وطبعا احنا الدول في دول كتيره حوالينا عايزانا نقع، سواء دول عربيه للاسف او دول الغربيه او امريكا، كلهم عايزين مصر تقع. فان شاء الله مصر مش هتقع، ومصر واقفه على رجليها، لان مصر لو مالت يمين الدول العربيه كلها تميل يمين، لو مالت شمال الدول العربيه كلها تميل شمال. فربنا سبحانه وتعالى حافظ مصر وذكرها في القران 5 مرات، فلا يمكن ان مصر تقع ان شاء الله. ان شاء الله. طيب خبر بهم الناس من جريده الشروق، وزير الاستثمار اشرف سلمان في تصريحات الجريده طرح شهادات استثمار القناه خلال الاسبوع المقبل. الحقيقه انه يعني حصل تاجيل، كنا سمعنا انه هيتم طرحها في منتصف هذا الاسبوع، لكن واضح ان في تاجيل لطرح الشهادات خلال الاسبوع المقبل. الوزير بيقول ان ده بسبب تاخر في بعض الاجراءات الاداريه، وفي مؤتمر حيطرح يعني خلال هذا الاسبوع للاعلان عن تفاصيل طرح هذه الشهادات. برايك التراقب اللي سائد في الشارع والانتظار لهذه الشهادات بينم من وجهه نظرك عن حجم الاقبال على شراء هذه الشهادات هيكون ازاي؟ والدوله ايضا هتنظم هذا الموضوع ازاي لو كان الاقبال فائق لتوقعاته وشديد جدا؟ يعني المفروض يبقى في تنظيم برضو عشان ما يبقاش العمليه يعني فيها زحمه او فيها عشوائيه او غير ذلك. طبعا البنك المركزي عامل حسابه في كل حاجه، وناس خبراء على مستوى عالي جدا وعاملين حساب كل حاجه. طبعا الشهادات دي مصر كلها 90 مليون مصري مستنيين هذه الشهادات، طرح هذه الشهادات، لان انا احنا بنضرب بعصفورين بحجر واحد. اولا بنساهم في بناء بلدنا، بمجرد انك تشتري شهاده ب 100 جنيه بعائد 12% كل 3 شهور بتكسبي، وفي نفس الوقت بتبني بلدك وبتخدم بلدك وبتخدم بلدك. انا اعتقد ان الشهاده دي يعني انا لو اشتريت شهاده انا احتفظ بها للابد، للاجيال اللي جايه، اللي انا ساهمت اهو في 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 بناء قناه السويس. صحيح. الثانيه يعني. فطبعا ده حاجه مشرفه جدا، وهيبقى فيها اقبال شديد جدا على شراء هذه الشهادات. ودي يثبت ان يعني مصر، المصريين في ساعه الشده بتلاقيهم ايد واحده، كتله واحده، حجر صلب واحد. فان شاء الله يعني هتبهر العالم يعني ان شاء الله. يعني شاء الله. هي زي ما حضرتك قلت، مش هنحتاج لحد من بره. الفايده مضاعفه ان احنا نخدم بلدنا، واحنا كمان نستفاد، لان القيمه هي الاعلى في السوق المصرفي 12% انت عارفه كل 3 اشهر. انت عارفه الفايده في البنوك دلوقتي 7 و7.5%. 12 دي اخر حاجه كانت وصلت ل 11.5، وكان متوقع انها تنزل تاني. بالظبط. ان شاء الله لما القناه تشتغل انا اعتقد ان هتبقى 20% الفايده باذن الله. ودي اللي وصل لمعلوماتي يعني ان شاء الله. الفايده 20%. ممكن نوصل للمرحله دي امتى؟ ده حلم. ان شاء الله ان شاء الله بعد سنه او سنتين بالكثير. سنه او سنتين؟ ان شاء الله بامر الله. على عهده حضرتك. ما خلاص، ما هو بعد سنه القناه هتشتغل. يعني اول سفينه. ممكن نوصل لفايده 20%؟ ان شاء الله في هذه الشهادات. طيب. هي انت عارف ان الشهادات دي وديعه لثلاث سنين، ما تقدرش تفكها الا بعد 3 سنين. تمام. هو انا قريت انه بعد سنه، اعتقد بعد سنه، بعد 3 سنين لا تسترد الا بعد سنه. 3 سنين؟ لا اعتقد. طب عمر التفاصيل هتبقى في المؤتمر بيتهيألي اللي الحكومه هتعقده. لا يعني لا 3 سنين حول والفايده بتاعتك كل 3 شهور. تمام. طيب. في جريده الاهرام خبر تاني هيكون لينا كمان معاه وقفه حواريه، لان مهم جدا موضوع الباعه الجائلين اللي اتكلمنا عنه في المقدمه. سيوله مروريه بوسط العاصمه بعد ازاله الباعه الجائلين، وزير الداخليه مجرد بدايه والحمله تشمل جميع المحافظات. في اتجاه جدي للتخلص من هذه المشكله، لان هي كانت قائمه طوال 3 سنين اللي فاتت، والحقيقه كل المسؤولين في الفتره اللي فاتت عجزوا عن حلها. شايف الحل دلوقتي الامني ومساله نقلهم ل الترجمان المنطقه دي والتسهيل عليهم هو حل، بالذات لو بدات التجربه ونجحت في القاهره وكررت في محافظات ثانيه. أولا أنا أقبل رأس كل شرطي قام بهذه المهمة، من أول وزير الداخلية لغاية أصغر مجند، قاموا بمجهود كبير جدا، وأنا بطالبهم بالحسم والردع
لتنفيذ القانون، ولا سيد غير القانون، وهبه الدوله رجعت خلاص. بس اطالب الشرطه انها تتابع بقى، ما تسيبش يعني فضت المكان وبعدت الباعة الجائلين، ما تسيبش المكان، لان بداوا دلوقتي وانا جاي في الاسعاف دلوقتي لقيت بعض الباعة الجائلين بدا يقعدوا تاني. فمش هينفع الكلام ده، لازم يكون في متابعه وفي تواجد. فين بالظبط؟ في 26 يونيو في الاسعاف. في الاسعاف عند محطات المترو. هو المنطقة اللي تم إخلاءها مش شارع 26 يوليو كبداية ولا الإسعاف كمان؟ لا لا، كل الشوارع المحيطة. شارع قص النيل وشارع طلعت حرب وشارع رمسيس ومنطقة الإسعاف، كل المناطق دي كلها. فأنا شايف النهارده وأنا جاي في الإسعاف، في منطقة الإسعاف، تواجد بعض الباعة الجائلين. بس أنا طبعاً بحذر الباعة الجائلين من التدخل، من تدخل الاخوان. الاخوان بداوا يدخلوا على الخط. شايف ان هم ممكن يستغلوا المشكله دي؟ ما استغلوها فعلا امبارح. التظاهر اللي حصل امبارح، هم يصطدموا بالشرطه لا قدر الله. التظاهر اللي حصل امبارح عند النائب، طب ايه اللي عرفهم بالنائب العام بتاع الجائلين؟ وبعدين لو تلاحظ، انا لاحظت طبعا الشعارات اللي اتقالت، لاحظت الشعارات كلها اخوانيه. يقول لك النقل باطل، النقل غير شرعي. ممكن يوصلوا للنائب العام، لان احنا عارفين ان الموضوع تحول لمافيا وناس بتدير الموضوع ده وبتكسب ملايين ومليارات. انا سمعت طبعا حوارات الباعة الجائلين، يقول لك ايه، طب احنا هناكل منين؟ طب انت عايز تاكل وتقرفني انا؟ هي دي الفكره، لا. ان هم دايما بيشوفوا المنطقه البديله مش هتوفر لهم نفس المكسب. هم عندهم مشاكل فعلا، محتاجين المفروض تتحل برضو مع النقل. عارف ده عايز تهدم، نحل مشاكلهم يا استاذ احمد. عايز تهدم اي اقتصاد؟ الباعة الجائلين، سيب الباعة الجائلين في الشوارع. ليه بقى؟ لان الباعة الجائلين اصلا قاعدين في مكان ببلاش، بيسرقوا كهرباء، بيسرقوا ميه، ما بيدفعوش ضرايب. انا كصاحب محل باجر محل ب 15000 جنيه في الشهر، بدفع ضرايب وبدفع ما اعرفش ايه وبدفع ايه وبدفع ايه، ورغم ذلك هو بيكسب احسن مني. بس البعض شايف ان برضو هم يعني بيشتغلوا، يعني هو بيشغلوا بيشغلوا عماله يعني، بيحتووا جزء من البطاله الشباب اللي موجوده في مصر بشكل كبير. ليهم ايضا زباينهم اللي بيفضلوا ان هم يشتروا من الباعة الجائلين علشان يعني سلعهم شويه رخيصه، ممكن تكون بتناسب احتياجاتهم. لكن المهم ان احنا يعني نقنن وضعهم، يعني ان احنا ننقلهم لمكان بحيث ان هم يشتغلوا برضو ويستفيدوا ويفيدوا الناس اللي عايزه تشتري منهم، لكن يكونوا في مكان خاص بيهم. هم عايزين يخرجوا من هذا المكان بقى، هي دي المشكله، يعني دي المشكله اللي احنا عايزين نواجهها. ما هو ده اللي الدوله قامت بيه فعلا ووفرت لهم مكان، يعني قطر خير الدوله فعلا. انا ما بدافعش عن الدوله، انا بقول حقائق. قطر خيرها ان هي فعلا الحكومه وفرت لهم مكان. وبعدين ثاني حاجه، انت فاكر موضوع نادي سوق رود الفرج؟ انا نفسي كنت موجود هناك اثناء الازاله، وكنت هموت في المكان ده. كنت مع اللي هو منصور العسوي، كان مدير امن القاهره. نعم. وكنا هنموت يومها، وكانوا معترضين. دلوقتي بيتجننوا عشان ياخدوا شبر واحد في سوق العبور. نفس القصه على بالنسبه لما سوق العبور اول ما اتعمل برضو كان في مشكله، وما كانوش عايزين يروحوا واعترضوا عليه. ودلوقتي بقى سوق العبور هو قبله لكل التجار الجمله واللي عايزين يشتروا، يعني بقى خلاص اتقن الموضوع. يعني بالنسبه للقصه برضك، نفس الموضوع ده برضك مدينه الحرفيين، اعتقد الحرفيين قد نفس القصه برضو. دلوقتي برضو نفسهم ياخدوا شبر واحد هناك. طيب. فانت تحمد ربنا ان في الدوله وفرت لكم مكان، يعني نتابع برضو معاهم مشاكلهم، يعني زي ما انت عايز لغايه لما يتعودوا على المكان الجديد. الباعة متجول زي ما هو عايز ياكل، احنا برضو كمواطن عايز اعيش في مكان بيئه كويسه طبعا. نتابع من جريده الاخبار، 3000 جنيه شهريا للعامل بمشروع القناه. الوزيري بيقول، اللي هو اللواء كامل الوزير رئيس هيئه الاركان الهندسيه، بيقول اراضي المشروع مملوكه للدوله ولا تعويضات لواضعي اليد. طبعا 3000 جنيه شهريا للعامل في مشروع القناه ده اعتقد انه فرصه حلوه جدا للقضاء على البطالة، للناس تشتغل يعني في مشروع وطني زي ده، وفي نفس الوقت مبلغ معقول يعني مقارنة بمرتبات احنا نروح نشتغل هناك بقى. احنا ما ناخدش المبلغ ده. يعني احنا دلوقتي طبعا الدولة بتوفر فرص عمالة، واللي عايز يروح يشتغل يسيبوا بقى من الثورات وينشط حقوقي ونشط سياسي وكلام فاضي. ويا ريت بقى الاستاذ حمدان صباحي برضه بدل ما يروح عند النائب العام ياخد شويه شباب كده يروح شغلهم هناك، بدل يحفروا هناك بدل ما بيحفروا في دماغنا كل شويه.
احنا خلينا في المستقبل دلوقتي في يعني جهود الدوله الرسميه اللي هي يعني بتحاول انها تحفز الناس وتصنع مستقبل جديد، يعني نبعد عن كل السلبيات. لا ده وزاره القوى العامله، وزاره القوى العامله كمان عملت مكتب هناك للتامين، يعني للتامين على العمال هناك، يعني كل الوزارات شغاله هناك. شايفها خطوه مشجعه. نشكرك جدا استاذ جمال العليمي الكاتب الصحفي بجريده المسا على هذه القراءه التحليليه لصحافه النهارده والتاسعه عناوين الاخبار.